ما الأمر يا بديع؟ أتخلط الطين بالحجارة والجبس والتراب؟ اتقي الله يا رجل. غريب، أين ترى الجبس والحجارة والتراب يا بديع؟ أم أنك تفتري علي وتختلق الحجج لتحرمني من أجرتي فيما بعد؟ بديع خزاف لا يختلق الحجج يا ابن صويلح. فأين ترى الجبس والحجارة يا رجل؟ هذه ما تقول في هذه؟ ها؟ أتكون من الحجارة الكريمة؟ لعلك قد غافلتني ودسستها في العدل. أنا أفعل هذا؟ نعم، لقد سبق أن فعلتها مع حمدان. حمدان؟ إي والله، لقد اتهمتني بالغش ثم أنكرت علي حقي ولم تنقذني أجري إلا بعد عناء شديد. قبحك الله يا حمدان، وقبحك أنت الآخر يا ابن صويلح. إن أنتما إلا لسان تعتلان علي وتطلبان أذيتي، لأرفعن أمركما إلى القاضي. أتشهد عليهما يا عبد المقصود؟ لن أشهد يا بديع. ماذا قلت؟ قلت لن أشهد يا أبا البنات. قلت يا أبا البنات؟ أتعايرني بإنجاب البنات؟ أجل يا أبا هنيدة، فأنت ما فتئت تحتال علينا وتسرق عرقنا وقوتنا غير خائف من يوم العقاب والثواب. رجل جشع لا هم لك غير جمع المال، فلمن تكنزه ولمن تكدسه وأنت لم تنجب ولدا فيرثك ويحمل اسمك ويحفظ ثروتك؟ اللهم إني صبرت وانتظرت طويلا، فيسر أمري، إني عبدك وابن عبدك. اللهم إني أفردت إفراد البعير الأجرب، مضى العمر أوكاد
وأنا أعيش بمفردي في هذه الغرفة الوحيدة. سبحانك يا من جعلت لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها. سبحانك، فاجعل لي زوجا أسكن إليها. هذه الوحدة طالت وأثقلت على صدري. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. إلى أين يا بديع؟ أمر لا يعنيك. إلى أين يا رجل؟ والطين؟ لن أشتري منكم بعد اليوم طيلا. أبعد أن تعبنا وشقينا وملأنا الأعدال تقول هذا؟ أمركم ليس يعنيني، لن أشتري طينكم. هل أشتري الطين رغم أنفي؟ ابحثوا عن خزاف غيري. أنت تعرف أنك الخزاف الوحيد في المدينة. ولهذا لن أشتري طينكم. أبو البنات لن يشتري طينكم. فكيف ستطعمون أولادكم؟ يا آباء الأولاد، يا أوغاد. غسال غسال، من يريد غسل عباءة؟ من يريد غسل برنس؟ من يريد غسل غطاء أو فراش صوفي؟ غسال 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 غسال، كيف أنت يا أبا حويطب؟ بورك فيك يا عمران. كيف أحوال حويطب؟ إنه مشغول بالاستعداد للزواج. أحقا تقول؟ وهل تظنني أمزح والأمر يتعلق بولدي حويطب؟ إنك جاد فيما أرى، فمن تكون العروس إن شاء الله؟ هنيدة. هنيدة؟ ها؟ ومن تكون هنيدة؟ هنيدة بنت بديع الخزاف. بنت بديع؟ قلت لن أدفع. بل ستدفع يا بديع. لن أدفع يا ابن صويلح. بل ستدفع يا بديع، ولن نغادر المكان قبل الحصول على آخر درهم. وأنا لن أدفع درهما واحدا، حتى وإن ابتنيتم لكم بيتا في هذا المكان لا تبرحونه ليلا أو نهارا. لن نبتني بيتا يا بديع، ولكن سندق رقبتك دقا يا أبا هنيدة. تبا لك يا ابن سويلح، ما الذي أجرى اسم هنيدة على لسانك؟ وما علاقتك أنت بهنيدة يا حويطب يا ابن أبي حويطب؟ احفظ لسانك يا ابن صهيلح ولا تمضي أكثر، فهنيدة ستصبح قريبا زوجة لولد حويطب. فلينتظر حتى تصبح زوجته، أما الآن فهي بنت أبي البنات هذا. ما كنت أعرف يا أبا البنات أنك أصبحت تحتمي بهنيدة. اخرف أنت. ما الخبر يا هنيدة؟ أدرك أمي يا أبتي، لقد فاجأها المخاض. وهل ذكرتها بأن تنجب ولدا؟ طبعا يا أبتي طبعا. خذي أخواتك وأسري إليها، ذكريها مرة أخرى، يجب أن تضع ولدا وسيما قويا ذكيا، حتى نرد على الأعداء ردا لا يقبل الطعن. حاضر يا أبتي حاضر. ويلك ويلك يا هنيدة، هيا أسري إلى أمك. حاضر يا أبتي. عفوا. ولدا. لن تفرح بالولد يا أبا هنيدة. قطع الله لسانك يا حسود، سيكون ولدا من خيرة الأولاد، سيكون أعظم خزاف في المهدية كلها، بل في إفريقية بأكملها، وسأسميه المهدي حتى يهديه الله إلى عدم مخالطة الأشرار أمثالك.
إن شاء الله يا أبا المهدي، إن شاء الله. يا أبا المهدي، ما أجمل ما سمعت. كلها كلها مرة ثانية يا أبا حويطب. يا أبا المهدي، لبيك لبيك يا أبا حويطب. أسرع إلى زوجتك، عسى أن تحتاج إلي. حسنا، لبيك لبيك يا أم المهدي، لبيك يا أم المهدي. ولدا ولد ولدا ولد. إلى أين يا خزاف؟ إلى المهدي، إلى المهدي يا جامع الطين. ولدا ولد ولدا ولد ولدا ولد. همس 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 يا جمع يا جمع يا جمع. لا بأس، نتفهم في الصح. ماذا ماذا تريد يا خميس؟ كل خير يا جمعة، كل خير. خير؟ ومنذ متى كان وجهك وجه خير؟ نمت إلا صديق، فماذا أقول لك؟ المهم الآن ماذا تريد؟ 5 دراهم لا غير. سلفة، سلفة يا جمعة، أردها في أقرب وقت. حفظت قولك هذا عن ظهر قلب. إذا لماذا تعذبني وتعذب نفسك؟ لست أدري والله، أين يذهب ما تشنيه من بيع الحمص؟ هذا سر لن أبوح به، ولكن سأبوح به إليك إذا أعطيتني 5 دراهم. أتكون من الذين يكنزون المال؟ ليس هذا، ولكن إذا أعطيتني 5 دراهم أعلمك الخبر. أمري لله، ها هي 5 دراهم. فما هو هذا السر؟ أعطاك الله وأبقاك. فما هو السر؟ سر ماذا؟ أين يذهب مالك؟ أتكتم السر؟ أكتمه فقل. إذن وبكل صراحة أنفقه، أنفقه على عيالي. حماس خيبك حماس، فهذا هو السر؟ على مهلك يا أمي، على مهلك. أمه أرجوك يا أمي، يجب أن تضعي ولداً، أرجوك. ولكن يا ابنتي، أرجوك يا أمي، أبي يتحرق شوقاً، فامنحيه هذا الولد. إن ولداً صغيراً لن يعجزك على أي حال، فلا تكوني عنيدة، إن أبي يكره العناد ويحب الأولاد. أرجوك. على رسلك، على رسلك يا أمي، ترفقي بنفسك، ترفقي بنفسك، على رسلك. تبا لهذه القابلة، لقد أبطأت. ترفقي بنفسك. الولد، ما به الولد؟ ما به الولد؟ يأتي بمشيئة الله يا ابنتي. ونعم بالله، ونعم بالله يا أمي، ولكن حاولي أنت، حاولي، فظني أن الله لن يخذل امرأة تحاول. ليتني، ليتني أجلس بعض الوقت. بل تمشي، تمشي يا أمي، تمشي وتذكري كل أولاد المدينة، ها، ليتأثر الجنين الذي في بطنك. أرجوك. ربي، قابلة، وصلت القابلة. أسرع يا هيفاء، افتحي لها الباب بسرعة. أمي، وصلت القابلة يا أمي، وحانت ساعة الجد، فلا تخذليني، لا تخذليني، لقد وعدت أبي بأن تضعي له ولداً. أرجوك. غبية، غبية. أنا؟ أجل، أجل أنت. لا بأس، لا بأس، إن عتيني بما شئت من النعوت لا بأس، المهم هو أن تضعي ولداً. أرجوك. ها؟ وصلت الخالة يا قوتة، وصلت. تفضلي. أهلا، أخيرا وصلت يا خالتي أم حويطب. أدركيني، أدركيني يا ياقوتة. بسم الله. لا 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 لا، لا بأس عليك يا هنا، سينتهي كل شيء بسلام إن شاء الله. حمل عسير والله، إنها ألم لم أعرفها أبدا في حياتي. فهو ولد بإذن الله. بورك فيك يا أم حويطب، بورك فيك. هكذا تكون القافلة. أسمعت يا أمي، أسمعت؟ كنت في السابق تصرين على دعوة أم نعيم مع أنها لم تنفعك في شيء.
هنيدة أم نعيم قابلة جيدة يا ابنتي. كيف تكون جيدة ونحن لم نعرف معها غير البنت بعد البنت؟ هأنك جئت مرة واحدة فقلت إن المولود سيكون ذكرا. بمشيئة الله يا ابنتي. أربى. أسرعي يا هنيدة، جهزي بعض الماء الساخن، هيا. لبيك لبيك يا أم. حوضت. ما هذا؟ افتحي افتحي يا هنيدة. لبيك يا أبتي. ادخل. رأيت. ولكن ما هذا يا أبتي؟ ما هذا؟ ألا ترين؟ إنه حمار. حمار. عجبي، إن هذا الحمار شديد الشبه بالكبش. مهلا يا أبتي، أواثق أنت أنه حمار؟ فماذا ترين؟ في الحقيقة أرى أنه قد يكون، أقول قد يكون كبشا مثلا. قد؟ ما دمت تعرفين فلماذا سألتني أول مرة؟ أردت أن أعرف سبب إحضارك هذا الكبش. يا هنيدة، لنذبحه ونولب وليمة فاخرة احتفالا بقدوم المهدي. عجبي يا أبتي. فيما العجب؟ أما كنت تقول دائما أن المهدي المنتظر أكذوبة، فما الذي بدل رأيك؟ اغربي عن وجهي. يا له من فأل مشؤوم. رطب رطب رمان، إلى التمور إلى الرمان، إلى ثمار مدحها القرآن. اقترب يا سلمان اقترب. لبيك لبيك يا أبا حويطب، أنك والله أعرف الناس بمنافع التمور ولذة طعم الرمان. يا جماعة يا جماعة، أنا حويطب ولست بديعا الخزاف، ألا تفهمون؟ فما وقوفك إذن في دكان الخزاف وما أنت بخزاف؟ استأمنني أبي على دكان صهرنا، فهل أخون الأمانة؟ ما دعوناك لخيانة الأمانة والله، ولكن ما دمت تقف في الدكان بدلا عنه فأنت تقوم مقامه، أليس كذلك؟ أجل، ولكن في حدود. هذا الطين على الحمير، أفرغه وانقدنا. الطين لا يدخل ضمن حدودي. ونحن ماذا نفعل بهذه الأحمال بعد أن تعبنا في جمعها وحملها إلى هنا؟ هل إذا أشرت عليكم تعملون بنصيحتي؟ هات المشورة، إن كانت في صالحنا عملنا بها، وإن كانت في صالح سهرك الخزاف رفضناها. اتركوا دكان بديع إلى الأبد، ولا تنقلوا إليه طينا ما حييتم حتى يشرف على الإفلاس، وساعتها ستجدونه يلهث وراءكم طالبا ودكم مهما شططتم عليه في الثمن. رأي وجيه، ولكن ماذا سنفعل بهذه الأحمال؟ أمر بسيط، خذوها إلى عبد الرحمن الخزاف. عبد الرحمن الخزاف. ويحك يا حويطب، أنسيت أن عبد الرحمن مسافر ولن يعود قبل مرور عام؟ أو سافر عبد الرحمن؟ أجل، لقد ذهب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. هنيئا له. ونحن ماذا نفعل؟ لا بأس، خذوا أحمالكم إلى العباس بن السوسي. العباس بن السوسي شاخ وهرم وتخلى عن صناعة الخزف وأغلق دكانه ولزم بيته منذ شهور. هل تصوف؟ وماذا يعنينا نحن أن تصوف أو تزندق؟ المهم خذ الأحمال وهات المال. أما وقد وصل الأمر إلى هذا الحد فإن لي رأيا أبديه. أراؤك لن تنفعنا في شيء يا حويطب. هذا الرأي سينفعكم فاسمعوني. نسمع ونرى، فهاتي رأيك. ارفعوا أمركم إلى صاحب الشرطة، إنه رجل حازم وعادل. هاتي 5 دراهم واطلعك على الخبر. 3 دراهم ألا تنفع؟ لن تنفع. فاحتفظ بخبرك لنفسك يا خميس. تندمين يا خالتي بركات. لن
أندم يا بائع الحمص. حتى لو تعلق الأمر بحكاية زواج؟ حتى لو تعلق الأمر بحكاية زواج. تقولين هذا لأنك لم تعرفي بعد من الذي سيتزوج قريبا. ليس يعنيني. حتى لو تعلق الأمر بحويطب؟ بحويطب؟ أجل، ومن سيتزوج؟ ليس قبل أن تدفع يا خالة. أدفع يا خميس، أدفع ما دام الأمر يتعلق بحويطب، فأني أدفع ما طلبت. فتكلم، تكلم. أما قلت منذ حين إني أعرف الناس بمنافع التمر ولذة طعم الرمان؟ بلى. إذن فأنا أصر على أن هذا الرمان لم ينضج بعد. وأنا أصر أنه نضج واستوى، ولن تجد أحسن منه هدية لزوجة صديقك وصهرك بديع. ها قد أقبل ابن خويلد، سنحكمه بيننا. ألم تجد غير ابن خويلد حكما؟ ما بي ابن خويلد؟ إنه رجل مريض النفس، لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب. قل عنه ما شئت، أما أنا فإني لن أرى غيره حكما. يا ابن خويلد، يا ابن خويلد. الأمر يا أبا حويلد، أتريد سمكا؟ بل أريدك يا ابن خويلد. ولكنني لست للبيع. أسرع يا رجل، فأني أريدك حكما. لا بأس، أكون حكما، ولكن بمقابلة. لا تتعب نفسك يا أبا حويلد، فأنا لن أقبل بابن خويلد حكما. ما به ابن خويلد؟ فقد امتلك عربة قبلك وباع الغلال قبلك، فعرف الجيد منها والردي. احكم بيننا يا ابن خويلد، فقد اختلفت مع سلمان الفاكهي حول هذا الرمان، فانظر إن كان جيدا أم رديئا. من غير أن أنظر. من أي البلاد هذا الرمان يا سلمان؟ هل تحكم على ما ترى أم على البلاد التي جاء منها؟ حذرتك يا يقود، قد تصاب وحيدة خيزرانة بأذى جراء تنكر ولدك حويطب. على رسلك، على رسلك يا ابنة أمي، فحويطب لم يتنكر لخيزرانة. إذا فالخبر كاذب، وحويطب لن يتزوج بنت بديع، أليس كذلك؟ حويطب لم يتنكر لخيزرانة لأنه لم يعدها بشيء يا بركات. لم يعدها بشيء، إذا فهو سيتزوج غيرها. أجل يا ابنة أمي. دم خيزرانة في رقبتك يا يقوتة، في رقبتك يا ابنة أمي، في رقبتك وفي رقبة ولدك حويطب. أيكون زواجاً بالغصب يا ابنة أمي؟ يبدو أنك عنيد متكبر يا فاكهي. ألا فلتعلم أن رمانك هذا رديء، ولا أحسب طعمه إلا كالعلقم. ثم فلتعلم أنك لو جبت بقاع الأرض شرقاً وغرباً، فإنك لن تجد أجود ولا أشهى منظراً ولا أحلى مذاقاً من الرمان القابوسي. فقابوس سيدة الرمان على الإطلاق. أما رمانك هذا فإنه قابوسي. ماذا؟ أجل، قابوسي، وقد وصل إلى ميناء المهدية قادماً من قابوس. أواثق أنت مما تقول. أجل، أظنك قد سمعت عن المركب الذي وصل إلى المهدية قادماً من قابوس. في الحقيقة سمعت. والآن ماذا تقول يا ابن خويلد؟ قد يكون المركب وصل فعلاً من قابوس، ولكن من يدريني أن هذا الرمان من الشحنة التي أفرغها المركب؟
وماذا تقول إذا أنا أقسمت بأغلظ الألمان أن هذا الرمان قابوسي أبا عن جد؟ في هذه الحالة أقول إن كل ما تنتجه قابوس من رمان جيد ولذيذ، إلا هذا الذي في عربتك فإنه رديء مر المذاق. والآن يا حكم الزمان، ماذا تقول؟ ها؟ أم أنك تريد أن تتذوق؟ والآن ماذا تقول يا ابن خويلد؟ لا أكذبك القول، إنه حلو المذاق. فحدثنا أنت عن طعم هذه يا سمك. بثلاثة خالتي بركات. اخرس، قطع الله لسانك، فما أنا بخالتك. أتظن أن الأخبار لن تصلني؟ أم تعتقد أنني نائمة على أذني؟ أنا بركات، وما أدراك ما بركات؟ يا عديم الوفاء، يا قليل الحياة، أتتخلى عن ابنتي بعد أن انتظرتك أعواما تعقبها أعوام، وبعد أن اشتهرت بك واشتهرت بها؟ أم أن أباك صبغك يا ابن الصباغ؟ والله 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 لأنكدن عليك الحياة، ولأنفرن من حولك النساء والبنات. رويدك يا خالة، فالزواج قسمة ونصيب. قسمة ونصيب؟ نعم. يا غدار، يا رأس الحمار، لماذا؟ لماذا لم تقل هذا قبل الآن؟ قلت يا خالة، ولكنك متمسكة بحكاية قديمة ما أنزل الله بها من سلطان أبتاه. ما الأمر يا بركات؟ ماذا هناك؟ أو تسألني ما الأمر يا رأس الأفعى؟ لا تشتمي أبي يا خالة. اخرس يا عظيم الوفاء. أما أنت يا صباغ، أما كنت تقول عندما تزوجت شقيقتي ياقوتة إنك تتمنى أن تنجب ولدا ليتزوج ابنتي خيزورانة؟ بلى، قلت ذلك. فما الذي تغير الآن؟ ها أنك أنجبت الولد وهو ذا أصبح رجلا كامل الرجولة، فلماذا لم يتقدم للزواج بخيزورانة؟ لماذا؟ اتق الله يا بركات، فقد أنجبت ولدي حويتب بعد أن أنجبت أنت خيزورانة بثلاثة عشر عاما. فهل يتزوج امرأة تفوقه بثلاثة عشر عاما؟ وما الضرر؟ أم أنك تظن أنه سيجد أجمل من خيزورانة؟ سليلة الخيزوران، صاحبة الحسن الفتان. هلمي 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 يا ألطف وأرق صبية، هلمي يا ألطف بنات المهدية. إلى هنا إلى هنا إلى هنا يا خيزرانة، إلى هنا خجولة. إي والله خجولة. هل المرأة يا صباغ إلا حياء وغفر وخجل؟ أجل، تلك هي وحيدة خيزرانة. وهل المرأة إلا ارتفاع هامة وطول قامة وحسن واستقامة؟ بلى، تلك هي وحيدة خيزرانة. وهل المرأة يا صباغ إلا قدرة واقتدار ومصباح في الدار واستكانة بالليل وحركة بالنهار؟ صدقت يا بركات، تلك هي وحيدة خيزرانة.
فلماذا يا أبا حويطب أخلفت الوعد وأخللت بالعهد ورحت تعد العدة لتزويج ولدك بهنيدة بنت بديع الخزان؟ أمه، أصحيح ما أسمع يا أمي؟ إي والله يا فلذة الكبد. أيرضيك ما أنا فيه يا حويطب؟ أيرضيك ما أنا فيه يا أبا حويطب؟ أمه، لبيك لبيك يا فلذة الكبد. تنحي يا أمي ودع الأمر لي. دونك وما تريدين يا ابنتي. أبدي أبا لي الله فيك يا حويطب، لي الله. خيزوران، أنا حويطب ابن خالتك يا خيزوران. أما وأنت لا تريد أن تطلب يدي، فها أنا بي أطلب يدك يا حويطب. فهاتي يدك، هاتي يدك يا حويطب. هذه اليد ستضعها في يدي غصبا عنك، فأنا رفضت العرسان والفرسان في انتظار أن تكبر. أما وقد كبرت فإني لن أتركك لغيري، أسمعت؟ والآن سأطبع علامة على يدك تذكرك بي في كل ساعة وحين. وينك يا أيتها المجنونة؟ ما هذا الذي تفعلين؟ إنه الحب يا عمي، الحب. هذا حب أم كلب؟ ولد 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 يا إلهي، ولد 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 ولد. أدركيني أدركيني يا ابنتي، هل وضعت؟ ليس بعد يا أبتي. ليس بعد ليس بعد، ماذا تنتظر؟ هل قلت لها أنني أنتظرها؟ بالتأكيد يا أبتي بالتأكيد. ماذا تنتظر إذن؟ ولادة ذكر ليست كولادة أنثى، إنها تتطلب وقتا طويلا. صحيح صحيح يا هنيدة، نحن الرجال لا نحب أن يكرهنا أحد على فعل شيء لا نرغب فيه. هيا ارجعي ارجعي إليها، هيا أسرعي. ولكن لماذا؟ قولي لها إن أبي يأمرك بأن تتمهلي وأن لا تضع المهدي قبل أن يعبر هو عن رغبته في ذلك، أسمعتي؟ هيا هيا أسرعي. فإذا طالت المدة؟ فليكن، رغبات المهدي أوامر، قولي هذا لأمك، أسمعتي؟ أما أنا فأني ذاهب لدعوة الأصدقاء والأحباب للاحتفال بمقدم المهدي واستقباله استقبالا رائعا يليق به. هيا هيا أسرعي. على مهلك يا ولدي، على مهلك يا مهدي، ولتأتي متى شئت أنت لا متى شاءت أمك. بديع هذا حويطب. هل حل ركب البهدي؟ ليس بعد يا أبا حويطب، ليس بعد، إنه عزيز النفس، أبي مثل أبيه. هنيدة، ما الذي حدث؟ كأني سمعتك تذكر اسم حويطب يا أبتي. دبا لك يا هنيدة، دبا لك. وصل المهدي، وصل المهدي. حللت أهلا وما زلت سهلا يا ولدي. الكبش، إنه يحتفل بقدوم المهدي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كيف الحال؟ الحمد لله،
لقد وضعت توأمين. اطمئن يا بديه. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. وهي الآن بخير. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بحويطب. ينبغي أن أذبح كبشين لكل ولد كبش يا أبا حويطب. بديع. نعم. لقد وضعت بنتي. بنتي. وضعت بنتي. أبا حويطب. لبيك بديع. ألا ترغب في اشتراء كبش؟ الأمر خرافة خرافة وحويطب يشقى يلقى في الحب ما يلقى يقدس في السوق ويصور وينادي هنيدا ويقول لبيك جئتك لبيك والقلب رهين بيديك لبيك جئتك لبيك والقلب رهين بيديك غدار كشفت هنيدا غدار ما كنت أظن أن القلب إليه يحن من فرط هيامه بجن وعراه ذهول وسجن من عجب نمضي لعجب في المهدية حصلت قصة فيها الأمل وفيها الحب